غرفة الحوار الإسلامي المسيحي مسلم كريستيان دايلوغ تقدم. الو سلام ونعمة، اهلا بيك. مين؟ اهلا وسهلا بيك. الكنيسة الانجيلية بشرم الشيخ؟ ما حضرتك؟ طبعا انا قسيس ايهاب، قسيس الكنيسة الانجيلية. سعادة القس ايهاب، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك ويستخدمك في مجد الاتصالات. اهلا وسهلا سعادة القس ايهاب. مع حضرتك؟ نعم. مع حضرتك ابو مريم من امريكا، سعادة القس من نيويورك من منهائي. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا بيك ابو مريم. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا رجال الكنيسة الإنجيلية في مصر، رجال محترمين مؤدبين، عندهم سعة صدر، أسلوبهم مؤدب محترم في الكلام والحوار والردود، حاجة تفرح بصراحة. الرب يباركك حبيبي، أهلا وسهلا بيك. ويستخدمني برضه في الصلاة. طيب سعادة القس كان عندي بس متشكرين يا فندم، متشكرين. كان عندي استفسار بسيط، الرب يباركك ويبارك تعب محبتك يعني. الرسول بولس في أعمال الرسل الإصحاح 14 كما حضرتك تعلم عمل معجزة، كان في منطقة وثنية، هو الرسول برنابا عمل معجزة، شفى أحد الناس، فالوثنيين عندما رأوا بولس قالوا إيه؟ إن الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إليه. مظبوط طبعا. الرسول بولس برضو بيتكلم على ما هي الوثنية، بصراحة كلام في منتهى الروعة، رومية الإصحاح الأول من العدد 21 ل 29، بس انا اختصر. بيقول ايه؟ بيقول انه ابدلوا عبد الله الذي لا يفنى، طبعا الله لا يموت، وطبعا ابوكم السماوي، ابوكم الحي، الاب الحي. تمام؟ ف بمين؟ بالانسان الذي يفنى والطيور والدواب والزحفات. يعني تركوا عباده الحي الذي لا يموت وعبدوا الذي يموت. بولس كمان في العدد 25 يقول استبدلوا حق الله بالكذب واتقوا وعبدوا المخلوق دون الخالق. طبعا كل هذه الاشياء مخلوقات، سواء كان انسان او غير انسان. الشيء من هذا الكلام يا فندم والعقل، الشيء من هذا الكلام، انا حضرتك راجل يعني قرات، وجدت اشياء غريبه جدا، وجدت تطابق مش تشابه ما بين العقائد اللي هي قبل المسيحيه والعقائد المسيحيه. يعني مثل حضرتك، يعني مثل حضرتك، هناك عقائد وثنيه قبل المسيحيه، على سبيل المثال الديانة الهندوسية، ديانة مترا، حضرتك ديانة بعل، وغيره وغيره يا فندم. لا، هناك أشياء أساس هذه العقائد موجودة في المسيحية. كل هذه العقائد بتؤمن بالتثليث، كل هذه العقائد بتؤمن بالتجسد، كل هذه العقائد بتؤمن بالصليب، كل هذه العقائد بتؤمن بموضوع حلول الإله في الإنسان. كل هذه العقائد بتؤمن ان هناك اله مخلص. هناك طقوس دينيه مشتركه ما بين هذه العقائد الوثنيه والمسيحيه. لو حضرتك كمان على سبيل المثال، هناك 16 اله مخلص قبل يسوع. انا عشان ما اطولش عليك، منهم على سبيل المثال كريشنا، منهم على سبيل المثال سيكا وغيره. 16، وممكن اجيب لك الاسماء وتواريخ موته وكيف ماتوا. هنجد حضرتك ان هم ماتوا عن طريق الصلب، ومش كده وبس، قاموا بعد 3 أيام. لما هل السؤال بقى يا فندم سعادة القس إيهاب، هل هذا هناك تطابق ما بين العقائد المسيحية والوثنية؟ هل هذا صدفة أم أن الحديث ينقل من القديم؟ لا، هو الحقيقة يعني الإنسان من أول أبونا آدم تمام، هو مخلوق على صورة ربنا ونفسة ربنا فيه. فبعض يعني بالفطرة كده انه وجود نفسة ربنا في الانسان بتخليه قرب للتعاليم والحاجات اللي بعد كده ظهرت في التعاليم المسيحية وقت ما يعني وقت ما كان المسيح على الارض للتعاليم والرسل بعد كده. فدايما فكرة يعني حتى الفراعنة زمان في مصر كان عندهم فكرة الخلود وان الانسان هيقوم تاني، فكانوا بيحنطوا جثمان الميت، واخد بال حضرتك، بحيث انه ده الانسان ربنا خلقه فيه روح الله،
في بعض المبادئ والحاجات اللي ربنا يعني جاب في التعاليم الكتاب المقدس، بعد كده الحاجات دي كانت موجودة في قلب الإنسان أو في روح الإنسان بالفطرة، واخد بال حضرتك؟ طيب. وبناء عليه هم كانوا مش عارفين يوصلوا يعني للتفسير الأحداث، لكن على الأقل كانوا بيحاولوا، كانوا يعني من جوان بيعيشوا الحتة. طيب ممتاز. يعني حضرتك بتقول ان العقائد موجودة قبل المسيحية، اخد بالك، لانهم هم كانوا بيحاولوا يبحث عن اله. ماشي. انت حضرتك بتؤمن انت حضرتك بتؤمن بالتوراة وبتؤمن ان اليهودية، تمام؟ طبعا اكيد، ما هو اساسا يسوع كان يهودي، وبتؤمن بالتوراة او العهد القديم. حضرتك اليهود لا يؤمن، اليهود لا يؤمن بالتجسد، ولا يؤمن بالله الظاهر في الجسد، ولا بيؤمنوا كل هذا الإيمان المسيحي اللي موجود في المسيحية والوثنية فقط. لماذا المسيحية فقط وليس اليهودية، مع ان المفروض يسوع امتداد لليهودية؟ لا، ما هو الموضوع ما بقاش امتداد، الفكرة مش فكرة امتداد قد ما فكرة، هو حتى اليهود متعلمين المسيح نفسه، ما هو زي ما انت بتقول المسيح جاي من اليهودية، أو يعني تجسد في الشعب اليهودي، لكن حتى تعاليم اليهود هم كانوا رفضنا مش فاهمينها، واخد بالك؟ يعني هي مشكلة الإنسان، هل بيفتح الكتاب المقدس بيقول إيه؟ في مع إسرائيل أدوناي إلوهينو أدوناي أحد. اسمع يا إسرائيل، الرب إلهنا رب أحد، أحد واحد. سعادتك اللي اللي أنت بتؤمن بيه مش موجود في التوراة. ما موجود في التوراة. أولا ما في واحد يهودي على وجه الأرض يؤمن بموضوع التجسد ولا موضوع إن الله ظهر في جسد. بالعكس حضرتك، أنا أقول لك شيء وممكن تعمل عليه بحث على الإنترنت. اليهود بالإجماع يرفضون الصلاة في الكنائس. لماذا؟ لهم يقول إن العقيدة المسيحية عقيدة وثنية، لأنهم بيؤمنوا بالتسويس وإن الإله ظهر في الجسد. فسعادتك الكلام اللي أنت بتقوله مش موجود في التوراة. يبقى هنا التطابق فقط مع المسيحية وليس اليهودية. الكلام ده موجود في التوراة يا فندم. الكلام ما موجود في التوراة. بنقول ايه يا اخونا الحبيب؟ انا اللي بقصده ان النهارده يعني في ناس من اليهود لما بتيجي تدرس وتفكر وتشوف الكلام ده بترجع تصدق المسيحية بيتحول للمسيحية. في كتير من اليهود بيتحول للمسيحية لما بيقعدوا يدرسوا ويفكروا ويحللوا الكلام ده. ساعتك سهر، ساعتك حضرتك، أنا عايش في أمريكا. أمريكا فيها جميع الأديان وجميع الأجناس. الكلام ده أنا ما بسمعوش. ليه حضرتك؟ لأن أنا رجل قارئ للتوراة جيداً، ولم أجد أي تعليم من التعليم المسيحية في التوراة. مثل على سبيل المثال، كل ما تقولوه على إن نبوءات عن يسوع، ارجع للتوراة هتجد إن ما في نبوءة. مثل على سبيل المثال، متى يقول من مصر دعوت ابني؟ النص مأخوذ حضرتك، مبطور النص، والنص بيتكلم على خروج اليهود من مصر. النص ما بيتكلم على يسوع أبدا. متى اللي بيقول كده؟ فانت حضرتك الايمان، انت كراجل مسيحي، انت بتقول التوراه فيها الكلام ده، اليهود مش فاهمين. لا، اليهود فاهمين، لان ما في نص في التوراه يقول ان المسيح هو الله. ما في نص في التوراه يقول ان المسيح هو الله ظهر في الجسد، المسيح الرئيس اللي اتكلم عليه دانيال، اللي اتكلم عليه دانيال 9:24. ما فيش نص بيقول كده. اولا هناك نبوءات ميسانيه عن المسيح الرئيس. هذه النبوءات بتقول بعض النقاط. اولا، أول شيء يجتمع مع اليهود كلهم، اليهود، أن يكون ابن لداود، والكلمة باللغة العبرية زراء، وكلمة زراء باللغة العربية زرية، يعني جاي عن طريق علاقة جنسية، سيمن، حيوان منوي، رجل وامرأة زيك وزي حضرتك. الكلام ده ابن داود حرفيا، يسوع لا ينطبق عليه. اثنين، أن ينادي بإله اليهودية، مش تسليس. ما في تسليس في اليهودية. في مع إسرائيل أدوناي ولهينو إلى أحد. اسمع، يسأل الرب لهنا إلى واحد. أن يجمع إسرائيل من الشتات، ما حصل في عهد المسيح. أن يقيم الهيكل، ما حصلش في عهد المسيح. أن يرادي بالتوراة، مش يصير إبطال الوصية السابقة من أجل ضعفها وعدم نفعها. ما في نبوءة. النبوءات ديت موجودة في الكتاب المقدس في التوراة، لا إما في شعية، لا إما في حزقيال،
لا اما غير كده، لا اما في جينيسيس التكوين ما فيش اي نبوءه تقول ان المسيح اللي تكلم عليه دانيال، اللي اتكلم عليه يسوع، بمن تظنون المسيح هو؟ قالوا انه ابن داود. كيف يكون ابن داود ويقول قال رب لسيدي اجلس عن يميني؟ اذا كان هو سيده فكيف يكون ربه؟ هذا المسيح الرئيس اللي هو متكلم عليه يسوع، اللي اتكلم عليه دانيال 9:24، هناك صفات معينه بيؤمن بها اليهود لا تنطبق على يسوع. لو كلام حضرتك صح ما قال الكتاب المقدس كده، الى خصته جاء وخصته لم تقبله. الكتاب بيقول كده الى خصته. ايوه احنا مش مختلفين. اللي انا بقصده انه اليهود اليهود لغايه النهارده، يعني حتى بايام المسيح لغايه النهارده، هم التعاليم بتاعهم مش مقتنع بانه المسيح الله ظهر في الجسد واللي جه للخلاص وكده. هم مش مقتنعين بكده. يا فندم ما اختنا، احنا عندنا فاونديشن اللي بيني وبين حضرتك وبيني وبين اليهود، الكتاب المقدس، التوراه، العهد القديم، الاناجيل. العملية مش اقتناع يا فندم، العملية مبنية على نصوص من الكتاب المقدس. فين النص في الكتاب في التوراة بيقول أن المسيح المخلص، ما فيش حتى كلمة مخلص، أن المسيح هو إله ظهر في الجسد. اتفضل حضرتك اديني النص اللي بيقول كده. ما فيش نص بيقول كده. فين النص في الكتاب؟ المناقشة بتاع حضرتك مش عايزة التليفون، عايزة نقعد مع بعض ونمسك الكتاب ونطلع من هنا ومن هنا ومن هنا وندرس الموضوع، واخد بالك؟ يعني 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 برضه انا بحاول عشان حضرتك تتكلم، يعني مكالمه تليفونيه انا بحاول برضه، لكن لو احنا قاعدين مع بعض هجيب الكتاب ونقعد ونطلع من هنا ونطلع من هنا. في الاخر اتفضل. انا بشكرك على ادبك استاذ اصغر. اللي معاك ده رجل بقى له اكتر من 30 سنه في هذا المجال، صدقني انا مش هقسم لك، انا بتكلم من حفظ، انا حافظ الكتاب المقدس. انا بقول لحضرتك اتفضل هات لي نص، هات لي نص مش مشكله، هقول لك النص فين، انت قول لي بس اذكر بس كلمه منه. بيقول ان المسيح الذي ينتظر اليهود في التوراه هو الله وهو ابن الله وهو الله ظهر في الجسد وهيموت ويقوم. الكلام ده مش موجود يا فندم. لذلك اليهود ما بيؤمنوا بيسوع، ما في واحد يهودي بيؤمن بيسوع. الكلام ده غير صحيح. اليهود اساسا اتفضل لما الروح القدس بيتكلم بنفسه لشخص يهودي او مسلم او مسيحي او بوذي او اي حاجه، الروح القدس نفسه بيعرف يرشده، بس هم ما بيعتمدوش او ما بيؤمنوش بانه الروح القدس ممكن يرشده. الكلام اللي سعادتك بتقوله ده ما بيقولش الكتاب المقدس، بيقول عكس كده. شوف حضرتك، المسيح في انجيل يوحنا الاصحاح 18:19-20، وسأل رئيس الكهنه يسوع عن تلاميذه وعن تعليمه. كلمة تعليمه باللغة اليونانية تعني دداخي، وكلمة دداخي حرفيا ترجمت لجميع اللغات باللغة الإنجليزية في كل التراجم دكري عقيدة. طب الكلمة معناها إيه دداخي؟ باللغة العربية الكلمة كانت تعني تعليم أو المعتقد أو العقيدة الذي علمها يسوع. فرئيس الكهنة بيقول له عقيدتك إيه؟ قال أنا كلمت العالم علانية وفي الخفاء لم أتكلم بشيء. فإذا كان حضرتك بتؤمن بشيء لابد يقوله قاله يسوع. اثنين، يسوع يقول من فمك أدينك، لابد يكون من فم يسوع مش من فم حضرتك مع احترام لسعادتك. ثلاثة، يسوع يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصايا، لابد يكون وصية من وصايا. مش بقى كما يقول يسوع وباطلا يعبدوني هم يعلمون تعاليم هي وصايا الناس. لسعادتك بتقول يا فندم وصايا الناس مش كلام يسوع، ولذلك بولس أكد على كلام يسوع وقال انظروا ألا يكون أحد يسبيكم بالفلسفة، ناسوت لاهوت أقانيم، بغرور باطل حسب تقليد الناس، التقليد التريديشن، حسب تقليد الناس، حسب أركان العالم وليس حسب المسيح. في جملة من أروع ما يقول بولس، الإيمان بالخبر والخبر بكلمة المسيح. اللي سعادتك بتقوله مش كلام المسيح، أنت بتقول يسوع والله ظهر في الجسد. اتفضل حضرتك عندك 27 صفر موجود في اقوال يسوع، اين قال يسوع انا الله الظاهر في الجسد، انا الله المتجسد، انا لي طبيعتين، طبيعه انسانيه وطبيعه لاهوتيه. فين هذا الكلام؟ بولس بيقول عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. رسول بولس بيقول كده. ممتاز ممتاز ممتاز، جمال جمال جدا. انا ثواني ناخدها ستيب باي ستيب. أنا بقول لحضرتك يسوع، قلت لي بولس هل يسوع قال أنا الله ظهر في الجسد؟ نعم أو لا؟
لا طيب هو المسيح ثواني تمام لما يجي لما يجي احنا قلت ما دمتم تؤمن بالعهد الجديد يبقى انت بتؤمن مش بس بالاناجيل بالرسائل كمان ممتاز اذا ماشي انا ما عنديش مشكله انا بولس الرسول الرسائل اللي كتبها اتكلم في الموضوع ده انه الله ظهر في الجسد ممتاز ممتاز حضرتك سمعت عن هقول لحضرتك اول ثواني بس ثواني حضرتك سمعت عن علم اسمه علم النقد النصي او النقد الكتابي طبعا طيب علم النقد النصي هو علم خاص بعلم المخطوطات بيحاول ياتي بنص اقرب ما يكون الى الاصل ومستحيل الرجوع للاصل لان الاصل مفقود ممتاز اجمع جميع علماء النقد النصي ومش كده وبس موجود في كل التراجم الحديثه حتى العربيه ان كلمه الله مش موجوده حضرتك حتى كتب عن هذا الموضوع ابو علم النقد النصي في كتابه عن العهد الجديد ان في المخطوطه الفاتيكانيه احد النساخ كاتب ايه لماذا يا احمق لماذا تضيف شيء غير موجود في المخطوطه اضاف كلمه الله كلمه الله مش موجوده يا فندم ارجع لاي ترجمه عربيه او انجليزيه حديثه او اقدم المخطوطات مثل المخطوطه السينائيه او المخطوطه الفاتيكانيه اثنين هل بولس كان بيؤمن ان المسيح والله ظهر في الجسد كما يقول الكتاب المقدس من فمك أذيع ده لسه ده البداية من كلام بولس اسمع ماذا يقول بولس عندما قال الوثنيين قالوا ايه ان الآلهة تشبهوا بالناس ونزلوا إليه اسمع ماذا فعل بولس فلما سمع الرسولان برنابا وبولس مذق ثيابهم واندفع على الجمع قائل اسمع ماذا قال بولس أيها الرجال لماذا تفعلون هذا نحن أيضا بشر لا يؤمن بالتجسد الإنسان مستحيل يكون على الله تحت الآلام مثلكم نبشركم بالإله الحي اللي انتوا بتقولوا ده أباطيل أن ترجعوا هذه الأباطيل إلى الإله الحي الذي خلق السماوات والأرض مش كده بس بولس بيقول إن 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 يسوع مخلوق وإن عبادة المخلوق دي وثنية فين الكلام ده؟ أولا رسالة بولس إلى مين قال إن بولس قال لأن أنا هجيب لك النص حضرتك أهو أنا ارجع لرسالة بولس ارجع لرسالة بولس إلى كلوسي هستأذنك في معلومة تمام انه اللغة العربية تمام ما بتجيبش كل معاني اللغة اليونانية ناقشني باللغة الانجليزية انا ما عندي مشكلة إن اقول بولس في رسالة ما كلها ترجمات يا اخونا العزيز ما كلها ترجمات في الاخر من اليونانية اليونانية بتقول ارجع الى كلوسي 1:15 بكري كل خليقة بكري كل خليقة اول المخلوقات ارجع لرؤيا يوحنا اللاهوتي 3:4 كلمة بكر بتيجي في الاصل اصل كل خليقة مش معنى بكر يعني بكورة المخلوق يا فندم اصل كل خليقة يا فندم كلمة اصل يا فندم اسمعني لو تكرم اولا كلمة لو بكر يعني اصل عند حضرتك انت راجل انجيلي مش مشكلة الانبا بشوي الانبا بشوي وكان سكرتير المجمع المقدس والرجل الثاني في الكنيسه المصريه والتسجيل موجود على الانترنت بيطلب بتغيير النص في ترجمه فان دايك اللي انت بتؤمن بها بيقول الترجمه دي معناها ان يسوع مخلوق مش كده وبس اترك حتى كلام بولس رؤيا يوحنا اللاهوتي الاصحاح 3 العدد 14 بدايه خليقه الله the beginning of God creation مخلوق ماذا يقول يسوع بقى أبدلي ومجد الله الذي لا يفنى يبقى بيؤمن ازاي هل بولس كان يؤمن يسوع مات ولا مات ده بولس بيقول لو يسوع ما ماتش وما فيش عقيدة مسيحية ارجع لرسالة بولس إلى كورنثوس 15:12 ولكن كان يقرر به انه قام من الأموات طب ماذا يقول بولس بقى يقول ان الله لا يموت الذي لا وحد عدم الموت ساكنا في نور الذي لم يدني منه أحد الذي لم يراه أحد من الناس ولا يقدر أن يراه ماذا يقول بولس عن التجسد بول وثنية يقول بولس تركوا عبادة الحي الذي لا يموت وعبدوا الإنسان الذي يفنى والطيور والدواب ماذا يقول بولس تركوا عبادة الخالق وعبدوا المخلوق استبدلوا بالكذب واتقوا عبد المخلوق دون الخالق ماذا يقول بولس عن المسيح يقول لنا إله واحد هو الآب ماذا يقول بولس لأنه يوجد إله واحد وسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح ماذا يقول بولس إله ربنا ماذا يقول بولس والله الآب الذي أقامه من الأموات بولس لا يؤمن بالتجسد ولا كان يؤمن أن يسوع والله كلام ده غير صحيح طب هل هناك دليل كما خارج الإنجيل أيوة في دليل خارجي حضرتك لو عملت بحث
هتجد ان بولس مات تقريبا سنه 67 ميلادي. طيب متى سوي يسوع بالآب؟ في قانون مجمع نقية 325 ميلادية الذي نادى بمساواة الابن بالآب. طيب أخونا الحبيب، بس عشان أنا برضو مش فاهم إيه هدف المكالمة اللي حضرتك بتكلمني بيها. يعني أنت بتستفسرني في حاجة لاهوتية ولا بتقول لي إيه اللي أنت عندك أو إيمانك وإيه الهدف من إنك تيجي تقول لي الكلام ده برضو؟ يعني أنا يعني أنا بس عايز عشان خاطر يعني أنت عايز تتكلم دولي. مش مشكلة. اللي أنا عاوز أقول لحضرتك مع احترامي لك يا فندم، أنت راجل في قمة الأدب وقمة الاحترام بصراحة وعندك صدر. لا المشكله مش في كده يا فندم، المشكله مش مع احترام جميع الطوائف المسيحيه بجميع مهما اختلف العقيده والايمان، حضراتكم الايمان بتاعكم مش موجود في الانجيل يا فندم. انت بتقول المسيح هو الله، ما في نص يسع كل الله. انت بتعبد المسيح، المسيح لم يطلب العباده، طب عندك نص تفضل. انت بتؤمن المسيح هو الله الظاهر في الجسد، المسيح لم يقول انا الله الظاهر في الجسد. انت بتؤمن ان هناك خطيئه ادم، خطيئة الأصلية وذا سبب التجسس والفداء. يسوع لا تكلم على آدم ولا خطيئة آدم، بلغ خطيئة آدم وعنده نصوص. أنت بتؤمن المسيح والله الإبن، يسوع لم يقول أنا الله الإبن. أنت بتؤمن يسوع الله الكلمة، يسوع لم يقول أنا الله الكلمة. أنت بتؤمن يسوع الله الأقنوم التالي، يسوع لم يقول هذا الكلام. وباطلا يعبدوني وهم يعلمون تعليمي وصار الناس. والكتاب بيقول كما وضع للناس أن يموتوا مرة ثم بعد ذلك الدينونة. العملية مش عملية ان انا ليا رتبة كنائسية ودي وظيفة واللي باخد منهم مرتب. العملية عملية اخرة، العملية عملية عقاب. بعدين حضرتك انا ايماني موجود ومصدقه وواثق في حضرتك دلوقتي عشان يعني تقول لي انا الايمان بتاعي ده مش صحيح ورجع، ولا حضرتك بتتصل بيا علشان توصل للفرق؟ سعادة القس إيهاب، الإيمان ده موجود فين يا سعادة القس إيهاب؟ أين قال يسوع أن الله ظهر في الجسد؟ أنا مش بجادل، أنا ما عنديش دماغ للمجادلة ولا أصلاً في فكرة مجادلة. هذا الإيمان إحنا كل الطوائف المسيحية رغم اختلاف بعض الجزئيات في التفسير لكن كلنا متفقين. لا حضرتك أنتوا مش طوائف يا فندم، أنتوا أديان مختلفة. أديك مثال يا فندم، هل تؤمن أن يسوع طبيعة واحدة ومشيئة واحدة؟ لا يا فندم، دي عقيدة الأرثوذكس. هل الأرثوذكس بيؤمنوا أن يسوع له طبيعتين ومشيئتين؟ لا، دي طبيعة الكاثوليك والبروتستانت. هل الأرثوذكس بيؤمنوا أن يسوع له طبيعة إلهية منفصلة وطبيعة إنسانية منفصلة ومشيئة إلهية منفصلة ومشيئة لا، الكلام ده أنتوا حضرتكم مش دين واحد، أنتوا مش عقيدة واحدة، أنتوا بتختلفوا في الأساس وفي اللاهوت. أنت كراجل بروتستانتي بتؤمن إن يسوع أم الإنسان يسوع، الكاثوليك والأرثوذكس يقولون أم الله، أنت بترفض هذا الكلام يا فندم. الكاثوليك والبروتستانتي بيرفضوا، يقولوا إن مريم العذراء كانت عذراء إلى أن صعدت إلى السماء، هذا الكلام أنت لا تقبله. لأن الكتاب المقدس يقول أنها تزوجت يوسف النجار ولها أولاد من يوسف النجار في إنجيل متى الإصحاح 13 من عدد 54. شكرا جدا يا فندم. كان معانا الآن القس إيهاب من الكنيسة الإنجيلية بشرم الشيخ. مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي. عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه، إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فما هذا الإله؟ وهل أرضاه ما نالوه منه؟ فبشراهم إذا نالوا رضاه، وإن سخط الذي فعلوه فيه فقوتهم إذن أوهت قواه. وهل بقي الوجود بلا إله سميع يستجيب لمن دعاه؟ وهل خلت الطباق السبع لما فوى تحت التراب وقد علاه؟ وهل خلت العوالم من إله يدبرها وقد سواه؟